يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول أنا شخص أحمل في جيبي مصحفا ليتمكن من مراجعة القرآن يقول أنا شخص أحمل في جيبي مصحفا ليتمكن من مراجعة القرآن كل وقت، ولكن إذا أردت دخول الحمام أجعله في الخارج، ويترتب على ذلك أني أفقده كثيرا أو أنساه تارة أخرى، وقد عانيت كثيرا من ذلك، فهل لي أن أدخل به في الحمام وأضعه في الجيب؟ والله ما يكره أو يحرم دخول الحمام بشيء فيه ذكر الله أو القرآن، ضعه خارج الحمام في مكان معروف وخذه إذا خرج، لا شك أنه أبرأ لذمتك وأحفظ، وإذا فقدت فالأمر سهل، المصاحف ولله الحمد ميسرة الآن. نعم.